بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. انا عاوز اكلمكم كلام مفيد، لان اذا كان في امل للمحاماة ان تعود الى سابق عهدها فهذا الامل فيكم ومستمد منكم. أنتم أصحاب القلوب الخضراء وأصحاب الصفحات النقية، لا قلوبكم تلوثت ولا صفحتكم فيها بقعة واحدة. اللي سبقناكم إحنا يعني للأسف، وكأننا نسلم إليكم الراية منكسة. أنا على قد سني، أنا عندي 82 سنة، ولكني أقاتل لنعود إلى المحاماة، وأذهب إلى مكتبي بالنقابة في 9 أو 9:30 صباحا، ولا أغادر قبل 5 مساء، وفتح بابي حد والثلاث وخميس لألتقي بكل من يشاء من الأساتذة والأستاذات المحامين والمحاميات، لأسمع منهم وأحاورهم وأبحث مطالبهم. أنا بسبيلي فاضل بس تحديد الموعد، هذا من بداية الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه، هسميه أسبوع الشباب. أسبوع الشباب تشترك فيه أولاً لجنة الشباب بالمجلس وكل أعضاء المجلس وأنا منهم، وتشترك كل طوائف وفئات الشباب لنتناقش معاً ونتحاور معاً وإيجاد الحلول في ملفات غاية في الأهمية. ملف التمرين، ملف التمرين ده ملف يبدو وكأنه حقل ألغام، لم نستطع حتى الآن أن نستوجد صيغة يمكن بها التعامل بين المدرب والمدرب، وحفظ حقوق المدرب، واحترام المدرب للمدرب، وولاءه لمكتب الذي يدربه، في قضايا كثيرة جدا معلقة في ملف التمرين أو التدريب. هذا الملف لازم نفتحه سوا، وعشان نشوف الحلول أو أنجع الحلول للتعامل مع هذا الملف. الطرفين لهم حق، ولكن ليس سرا أن هناك مكاتب تضيق بقبول محامين للتدريب، ليس سرا، وليس سرا أن مكاتب تغبن المحامي أو المحامية في فترة التمرين، لا تعطيه المكافأة اللائقة ولا حتى وسائل الانتقال اللائقة، ولا تعطيه ما لديها من خبرة، وإنما هي فقط تقصد إلى استغلاله، وآسف للتعبير، في المشاوير. هذا ملف لازم نفتحه ونتشارك فيه لنصل إلى صيغة تضمن حسن إعطاء الفرصة للأجيال لتنمو نمواً صحيحاً مكفولاً. عندنا ملف دعم الكتاب للمحامي الشاب، هذا ملف غاية في الأهمية. هناك كتب قد بلغ ثمنها 1000 جنيه، ويعز على المحامي العجوز أنه يشتريه، ما بالنا اللي في أول الطريق كيف يستطيع أن يقتني هذه الكتب؟ أقلها فوق 500 جنيه، وأنا لا أتحدث عن الكتب التي تملأ الأرصفة وكتبها ناس عالة على القانون وعالة على الفكر القانوني وعالة على الأستاذية. جينا درس على عمالقة، درسنا على السلهوني وسلمة مرقص وديع فرج وعبد المنعم فرج الصدى وعبد دكتور عبد الباقي، افتكر اسمه دلوقتي، وفطاح
وعم حي حجازي اذا قعدت عد هعد كتير. فطاح ولا زلنا نعيش على كتبهم حتى الان في المدن وفي الجنائي. احنا تربينا على كتاب احمد امين اللي تربى عليها ابويا طالع سنه 1924 وهو عمده كتب الجنائي كلهم بينقلوا عنه، وعلى محمود مصطفى وعلي راشد ومحمود نجيب حسني واحمد فتحي سرور وعبد المهيمن بكر ورمسيس بهنام اساتذه فطاحل. دلوقتي تنزل تلاقي مش عارف معوض، يعني انا مش عاوز اذكر اسماء. دول لا يعطونا علما، لا يعطونا علما. حتى فهرست احكام النار التي يتصدى لها امثال هؤلاء لا تعقل، ويستحيل على الباحث ان يصل الى بغيته ما دام لا توجد فهرسه بالمبادئ لاحكام محكمه النقد تدله على الحكم الذي يريد ان يستدل بها. فدعم المحامي والمحاميه في بدايه الطريق ملف بالكتاب الذي يجب ان تسهم فيه النقابة وتيسره للمحامي والمحاميه. ملف المكتبات على مستوى نبتدي كده عشان ما نشطحش في الاول، على مستوى المحاكم الابتدائيه، فاذا ما بلغنا فيها الغايه انتقلنا الى مستوى المحاكم الجزئيه، لانه بلا كتاب ميسر في مكتبه يجب ان نحميها من التآكل. تاني هقولها، جيلنا انا طلعت كان في نقابة أو غرفة المحامين في محكمة تلا الجزئية كتب السنهوري وكامل باشا مرسي وفطاحي وأحمد أمين ومجموعات النقد كانت موجودة، إنما هجم التتار واستغل بعضنا الإعارة الخارجية في أخذ الكتاب وعدم رده، فتأكلت المكتبات ثم تكاد تنعدم، لأنه كمان الإمداد يكاد يكون واقف، فإحنا محتاجين نحيي تاني المكتبات دي سواء باللجوء إلى كبار المحامين اللي اعتزلوا أو لاقوا ربهم لنأخذ مكتباتهم ونيسرها في التوزيع على المكتبات، وأن نشتري أيضا ما نستطيع لدعم مكتبات ابتداء في مستوى المحاكم الابتدائية ثم المحاكم الجزئية. أنا عاكف مع زمايلي والأستاذ عبد الحفيظ الروبي على دعم مكتبة النقابة. مكتبة النقابة هتبقى بغية للجميع، اللي ملقاش في الجزئية أو في الابتدائية ما يصبو إليه هيلاقيه عندنا في النقابة العامة. بنكبر وحتى لو تعددت النسخ بنحتفظ بها علشان تبقى مكتبة ضخمة تليق بنقابة المحامين، وسيما بعد أن ننتقل إلى المبنى الجديد ويستطيع كل محامي أن يجد فيها بغيته وأن يمكن من تصوير الصفحات التي يريد أن يتساند إليه. ربما كان من أسباب الاستعارة الخارجية وتآكل المكتبات اللي ما كانش فيه ماكينات تصوير، فبقى اللي ياخد كتاب ما يرجعوش. احنا ما دام يسرنا الايه؟ التصوير، يبقى لا عذر لاحد، ونمنع الاعاره الخارجيه. عندنا ملف الرياضه. كيف ان كنتم لا تمارسوا الرياضه؟ استحاله، ده بنقول في علمونا كده في الامثال الجسم السليم او العقل السليم في الجسم السليم. ممارسه الرياضه دي اصبحت اسلوب حياه. احنا بقى محرومين منه، ليه؟ لأن مش كلنا متاح ليه الفرصة إن هو يبقى عضو في نادي، وإن النوادي أغلقت على بنيها وحاطة يعني أسعار فلكية للاشتراك فيها لا يقدر عليها أحد. والنادي الوحيد اللي عملناه نادي كرة قدم، كرة قدم معمول لحساب شخص واحد يعمل له فيه دعاية من خلال حاجات كده مش ولا بد يعني. انما فين ده؟ ولا هو نقابه المحامين فرقه كره قدم
عشان ألعب رياضة، ألعب رياضة بقى، ألعب المشي والجري والجمباز وألعاب القوة والملاكمة والكرة السلة والكرة الطائرة وحاجات كتيرة أوي أوي. أنا مارست كل أنواع الرياضة دي ما عدا المصارعة. الحاجة الوحيدة اللي ما حبيتهاش اللي كنا بنسميها الملاطة، تعالوا له تعالى نتلاطم. لما كل الرياضات والبينج بونج والتنس كل ده انا مارسه. السباحه عندنا ملفات كتير عاوزين نتناقش فيها، انما انا يعني الفكره اللي طرقه عليها النهارده انتوا حضراتكم من ضمن اللي هتقسموا عليه في اليمين الامانه. يمكن انا لو تابعت احاديثي السابقه في حلف اليمين تحدثت عن الامانه في الوكاله والامانه في دراسه القضيه والامانه في حقوق الموكل والأمانة في حفظ سره، بس إن أنا عاوز النهاردة أكلمكم في حاجة تانية. حاجة عشان تعبدين من أبا أخويا أستاذ حسين الجمال بيقول لي الأمانة في الإيه؟ في الصدق. طبعا دي اللي بيقولوا عليها بالإنجليزية it goes without saying، يعني هي هذه مقررة دون حاجة إلى التوصية بها. ولكن أنا اضطررت امبارح إن أنا أوجه خطاب إلى أبنائي طلاب التعليم المفتوح الذين يتقدمون للنقابة للقيم. هما مش واخدين بالهم إنه أنا وزملائي إحنا بنأشر على اللي موجود، وأنا لما لاقي إنه الشروط يعني متوفرة، ثانوية عامة سابقة على لسانس الحقوق وبقية الأوراق موجودة، فبقول إيه جدول عام وأمضي. هما بقى ما يعرفوش إنه الحكاية دي بتروح لإيه؟ في الإدارة الموجودة في النادي الأهلي في المعادي أو على كورنيش المعادي، كل حاجة بتتحط بتعرض، يعني بتعرض شهادات الثانوية العامة على إدارة الامتحانات، فلو في شهادة مضروبة أو مزورة أو ملعوب في التاريخ بتاعها بتكشف. فبصيت الأول حالتين وبعدين لقيت أربعة وبعدين بقيته بيزيد. أنا وجهت كلمة لأبنائي قلت لهم أنتوا كده بتعرضوا مستقبلكم للضياع، لأنك أنت أولاً هيلغى التأشيرة بأنك أنت تقيد جدول عام، هتلغى ما دام ثبت أن مستنداتك مزورة، فأنت كأنك يا أبو زيد مغازيل، بس أنت كمان يا أبو زيد هتتعرض لمخاطر أنك أنت مع تزايد الأعداد إحنا هنضطر نبلغ النيابة العامة لجنايات تزوير، لأنه شهادة الثانوية العامة محرر رسمي، سواء زورته بالاصطناع او لعبت فيه بالمحو والاضافه او التحشير، هذا تزوير في محرر رسمي، ده جنايه. والجنايه دي هتتحبس، هتتسجن. وضيعت مستقبلك نهائي. يعني لازم تبقى محامي بالقوه. طب خليك في الاول صاحب يعني صفحه ناصعه لتمارس عملا اخر. فطبعا الصدق طبعا ده مهم، بس انا عاوز اقول ايه؟ حاجة تانية، مش ممكن هتبقى أنا اتكلمت أكتر من مرة عن أن المحامي طائر يحلق خارج السرب. يعني إيه خارج السرب؟ يعني مش من ضمن الطابور بتاع العاديين، لازم يبقى فوق. فوق بإيه؟ بالعلم والمعرفة، لأنه مطالب بأن يخاطب محكمة ربما أقدم منه ولديها خبرة أوسع وسن أكبر بالحج التي تقنعها بما يريد، ولن يتأتى له هذا إلا إذا كان صاحب علم ومعرفة. ليه بقول علم ومعرفة؟ بقول العلم علم بالقانون، إنما هل العلم بالقانون اللي إحنا خدناه في الكليات ده هو غاية المرام؟ ما هوش غاية المرام، ده بيدلنا إزاي نبحث بس، يعني بيعرفنا نحط إصبعنا إزاي ونبحث إزاي، ولازم نتوسع في البحث حتى نصير أصحاب علم بالقانون. وهذا التوسع يقتضي أن ألجأ إلى كتب أخرى، وعشان كده أنا بقول مكتبة النقابة وكثيرا ما ألجأ إليه. أنا شخصيا رغم أن أنا عندي مكتبة زادت على 70,000 كتاب، ومع ذلك ألجأ إلى مكتبة النقابة أحيانا لأرى فيها ما لا أستطيع أو ما هوش موجود في مكتبتي الخاصة. العلم بالقانون علم واسع جدا، انما انا عاوز اكلمكم اكتر بقى على المعرفه. المعرفه
اولا علم بالقانون يعني وزير ايضا علم بالمنطق والفلسفه واللغه واشياء كثيره جدا، والدينيات بتدعم العلم الواجب توافره لدى المعلم. انما المعرفه ده باب واسع جدا، وبقول انه سبيل الوحيد ان يتحرك المحامي وتتحرك المحاميه مدفوعان بما اسميه الشوق بالقاف الى المعرفه. واحد يقول لك انا يعني احاول اشتاق ازاي يعني؟ وانا عبد مشتاق. لازم تشتاق. انتوا جايين دلوقتي في شارع ايه حضراتكم؟ حد يقول لي الشارع اللي احنا فيه ده اسمه ايه؟ شارع الجلاء. تعرفوا الشارع ده كان اسمه ايه؟ حد ممكن يجاوبني؟ لا يا حبيبي ما تستعجلش، اسمه شارع سيد المدبولي. وبصوا على بعض اللافتات هتلاقوا مكتوب الجلاء شارع الجلاء وسابقا سيد المدبولي. ايه اللي سماه الجلاء؟ ده تاريخ، ان احنا منذ نجحنا باتفاقية الجلاء في اكتوبر 1954 هتلاقوا مجد مش بس في القاهرة، في القاهرة واسكندرية والمنصورة في كل مدن مصر سميت شوارع بشوارع الجلاء. طب ده التسمية دي هتجرك لدراسة التاريخ تشوف ايه اللي حصل في مصر عشان الشارع ده يتغير من شارع سيد المدبولي لشارع الجلاء. طب ميدان التحرير حد من حضراتكم يعرف كان اسمه ايه؟ ما تنسد بقى انت عجوز زي انا بخاطب الشباب يا بيه، او مع ذلك لو عقدت لك امتحان هسقطك. يا حد عنده اجابه؟ قول يا بيه. نسبة ايوه ادي بص بقى اقوله كده انك انت هتنبغ ان شاء الله. كان اسمه ميدان الاسماعيليه، ميدان الاسماعيليه نسبة الى الخديوي اسماعيل. فلما قامت الثوره ما كانش ممكن انها تبقى ميدان الاسماعيليه نسبة الى الخديوي اسماعيل. شارع رمسيس حد عارف كان اسمه ايه؟ شفته؟ مع ان ده المفترض ان هو قريب يعني. كان اسمه شارع الملكه نصر. شارع الملكة نظري، ملكة نظري أم الملك فاروق اللي في الآخر انتهت حياتها بصورة بشعة للخروج على العادات والتقاليد والأخلاق في أمريكا، ومعها بنتها اللي راحت يعني مش عاوز أنا أخوض في الأعراض. جت الثورة، خلي بالكوا بقى، إذا تسميته بأنه شارع الملكة ده تملك للملك، تملك للملك، سموه إيه؟ شارع رمسيس. ده رمسيس ده ميت من آلاف السنين، إذا بقى في مبدأ جديد. الحكاية ما هياش إرضاء ولا نفاق، وإنما إحياء التاريخ بتاعنا، إحياء التاريخ. شارع 26 يوليو كان اسمه شارع فؤاد نسبة إلى الملك فؤاد. شارع قصر النيل حد عارف هو اتسمى ليه شارع قصر النيل؟ لأنه كان هو الجسر أو المرور أو السكة إلى ميدان الإسماعيلية. ميدان الإسماعيلية اللي هو بقى دلوقتي ميدان التحرير، آخر ميدان الإسماعيلية على النيل بعرض بقى المكان اللي فيه دلوقتي جامعة الدول العربية وفندق النيل هيلتون سابقاً، معرفش بقى مسماه إيه دلوقتي. كان هنا بحاجة اسمها السكنات الانجليزي، مبنى انا شفتها وانا صغير، مبنى باب اللود يعني لود بابي ضخم جدا بالعرض، وكنا انا لحقت الانجليز محتلين هذا المكان، وتلاقوا في البلكونات والشبابيك العساكر والضباط الانجليز قاعدين، واللي قالي او اللي حاطط والكلام ده كان اسمها سكنات قصر النيل. ومن هنا جاءت تسميه الشارع قصر النيل. ورأت الحكومات المتعاقبة أن تحتفظ بالاسم رعاية للتاريخ. أنا بقول لكم أمثلة من واقع الحياة.
هنا لو انت عندك او انت عندك الشوق الى المعرفه هتحب تعرف، هتحب تعرف، ولما هتحب تعرف هتعرف وهتتسع معلوماتك وتتسع معارفك وتتسع قدرتك على دعم حجتك بالعلم والمعرفة والمنطق. أنا إذا قعدت اتكلمتكم هضرب لكم أمثلة عديدة جدا 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 جدا. شارع بورسعيد كان اسمه شارع الخليل المصري، حاجات كتير يعني. فدي وصية له يعني، يبقى الواحد زي الدودة كده يقرأ ما يقع في أيديه. وعشان كده من ضمن ملفات الشباب اللي عاوز أفتحها كيف يجب على النقابات الفرعية حتى على مستوى الجزئيات أن تشتري يوميا نسخة من الجرائد المهمة تيسرها في النقابة لاطلاع المحامين، وفي الآخر تحفظ في نهاية اليوم، تحفظ كوثيقة أو كأرشيف من غير ما تتابع أخبار بلدك وأخبار منطقتك وأخبار العرب وأخبار العالم. أنت ثقافتك ناقصة، وأنا ما أقدرش أطلبك تجيب جورنال بأربعة جنيه أو بخمسة جنيه، ما أقدرش أطلبك بكده. أنا بجيب جميع الجرايد، بس أنا ربنا إداني دلوقتي بعد العمر الطويل المقدرة المادية إن أنا أعمل كده. طيب أنا أوفر لك إزاي؟ يبقى لازم الجرائد الكبرى المحترمة كل نقابة فرعية تشتريها وتيسرها داخل النقابة لكل محامي ومحامية علشان يتابع أخبار بلده وأخبار العالم وأخبار السياسة وإلى آخره. طيب أنا حتلو على حضرتكم اليمين وحنلقيه وقوفا، وعاوز أسمع صوتكم كده يرج القاع، يرج القاع. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أمارس أعمال المحاماة، أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف، بالشرف والأمانة، والأمانة والاستقلال، والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحترم الدستور والقانون. ألف مبروك حضراتكم.